حييكم مشاهدينا على تي في تشاريتي بهاللقاء السادس بزمن الصوم المبارك بالبرنامج كلام الرب. ومثل العادة منبلش بصلاتنا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الرب الإله، أنر ظلمات قلبي، أعطني إيمانا مستقيما ورجاء ثابتا ومحبة كاملة. أعطني يا رب تحسسا وإدراكا كي أعمل وصيتك القدوسة. هذه الصلاة اللي عم نبلش دايما فيها نطلب من الرب نعمة التمييز، لأنه مشية الرب مش دايما هينة حتى نحن نقدر نكتشفها ونعيشها، وخاصة نعيشها. اليوم بلقائنا مع بعضنا رح نتوقف على أحد الشعانين، مثل ما نحن بنسميه بالطقس اللاتيني أيضا أحد الآلام، وندخل مع بعضنا بأسبوع الآلام. وقبل ما بلش وخبر شوي عن الليتورجية اللي بنعيشها بأحد الشعانين وأحد الآلام، بدي ألفت نظركم على نقطة كتير مهمة. بالعربي نستعمل كلمة الآلام، بالفرنساوي، بالترياني، بغير لغات نستعمل كلمة أخرى. بالفرنساوي نستعمل كلمة باسيون. لا باسيون يعني بتترجم بالعربي مزبوط بالآلام، بس باسيون بتعني أيضا الشغف. الشغف، وياريت هيدي الكلمة بترفقنا خلال كل هيدا الأسبوع المقدس. ليش؟ لأنه بدي دايما اتذكر، دايما 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 اتذكر انه آلام الرب منن آلام للآلام، بس هن بيعبروا عن محبة الرب وشغف الرب لكل واحد بيناتنا. ربنا جاي من اجل خلاصنا، واذا هيدا الخلاص بده يكلف الألم والصليب فليكن. مشان هيك بهذا الأسبوع يلي بدنا نعيشه مع بعضنا ويلي رح نعمل المقدمة الليلة نتأمل فيه بحسب التأس اللاتيني، نحن دايما لازم مع كلمة الآلام نحط حدا كلمة تانية يلي هي الشغف، يلي هي محبة الرب لإلنا. وإلا فينا نوقع بالتجربة الكبيرة إنه نفضي معنى آلام الرب من المحبة يلي عنده إياها لإلنا. هون بهيدا الموضوع رح زيد بعد شغلة كتير صغيرة. تتذكروا من كم سنة نزل الفيلم تبع ميل جيبسون The Passion of Christ، رحنا حضرنا كلنا هيدا الفيلم. أنا تعودت أحضره، رجعت حضرته بعد سنتين لأنه كتير أوقات فضل بهيك فلومة طول بالي، لأنه عجقناها كتير على الفيلم، مش لأنه في عجقة، لأنه أخذ ضجة كتير كبيرة، وهذه الضجة تجي من وراء الناس يلي من بعد ما حضروا بيجي بخبروا بيجبروا إيه شفتوا قد إيه تعذب يسوع وتعذب. طيب وبعدين من أجل مين تعذب يسوع؟ هيدي الكلمة منا موجودة. وإذا نحن فضينا الألم، ألم يسوع المسيح، من السبب أو من الهدف يلي هو أنا وخلاصي، بيبقى إنسان عم بيتعذب، عم بيحرك بقلبي مشاعر معينة، أحاسيس معينة، تخلص هدول الأحاسيس، بيخلصوا المشاعر مع الألم يلي بشوفه يلي بحضره، وبترجع حياتي اليومية مثل ما كانت قبل. وهيدا اللي نحن منشاهده حوالينا وبحياتنا، ويلي هيدا بيعطينا ألم لإلنا كمان. وكتير أوقات منلاحظه، لأنه من بعد ما نكون تعذبنا بزمن الصوم، بعد شوي منكتشف أنه كل المجهود يلي عملناه رجع نخسرني. كتير مهم لكن نحن الألم يرافقوا كلمة الشغف، معناتها المحبة إلى أقصى الحدود، ونزيد عليهم اثنيناتهم
هالكلمتين الصغار من أجلي أنا، من أجلك أنت، من أجلنا نحن. هلأ رح ندخل بقلب الليتورجية الأحد الشعنين أو أحد الأليم بحسب التأس اللاتيني. خلافاً على اللي منشوفه عادةً بالطقوس الشرقية، بالتأس اللاتيني نحن منبلش بالأول بالتطواف، معناتها نجمع الشعب خارج الكنيسة على بعد معين من الكنيسة، تلتقي الجماعة، جماعة المؤمنين حول الكاهن المحتفل مع حاملين أغصان الزيتون بإيديهم، ونبتدي الليتورجية بعاد. وهذه الليتورجية بتبلش بقراءة النص من الإنجيل يلي بتخبر دخول يسوع المسيح إلى أورشليم. نقرأ نص الإنجيل، منبارك الأغصان يلي الناس حاملينهم بإيديهم وخاصة الأطفال، ونحن منرافق دخول المسيح إلى أورشليم، نحن عم نرافق الكاهن والشعب كلنا سوا، نحن عم نمشي نحو الكنيسة. معناتها منبلش من الخارج وندخل إلى أورشليم. ونحن بما أنه بهذه السنة بسنة القديس مرقس بقراءتنا الإنجيلية خلال هالسنة، هون بحب عقب على نقطة كتير مهمة. بإنجيل مرقس في ميزة معينة، كل ما يسوع بيعمل عجيبة مع حدا أو بيكون في نقطة مهمة معينة، بيقوم يسوع دايما بيقول ما تخبر حدا، ما تخبر حدا، ما تخبر حدا. يسوع دايما من بعد المعجزة مثلا بإنجيل مرقس بيقول له للأبرص ما تخبر حدا، روح خلي يشوفك الكاهن مثلا، يقول الكاهن انه اوكي انت صحيت، فيك ترجع تدخل الى جماعة، ترجع تروح الى الصلاة، الى الهيكل، بس ما تخبر حدا. ودائما يروح يخبروا العالم. وهون في عنا ميزة عند مرقس، ليش يسوع كان يطلب انه ما يخبروا حدا؟ كتير مهم، كتير مهم هيدا الشيء. وهون توصلكم الفكرة، بدي رجعكم إلى الإنجيل اللي حكينا عنه باللقاء الماضي. وقت بيجوا اليونانيين لعند فيليبوس بيقولوا له بدنا نشوف يسوع. وفيليبوس بيروح عند أندراوس، بيروحوا لعند يسوع، ويسوع بيقول لهم أتت الساعة. بيطلب من بيو إنه يمجده مثل ما هو رح يمجد بيو. اليونانيين يلي إجوا حتى يشوفوا يسوع مش رح يجوا يعملوا له زيارة مثل ما نحن بنلتقي مع بعضنا البعض. وين رح يشوفوا ليسوع؟ وين رح يشوفوا مجده ليسوع؟ رح يشوفوا مجد يسوع وقت بتتجلى حقيقة يسوع على الصليب المقدس. مرقس كتير بينتبه على هذا الشيء، بأنه ما بدي إياكم تخربطوا بين يسوع المسيح والعجائب يلي بيعملها. ما بدي إياكم تخربطوا بين يسوع المسيح وتعدد مثلا الخبز والسمك. ما بدي اياكم تخربطوا بين يسوع المسيح وانتظاراتكم حول يسوع المسيح. يسوع المسيح بيكشف ذاته وحقيقته وحقيقه الرب، لانه هو جاي يكشف لنا حقيقه الله، حقيقه العلاقه، حقيقه المحبه، بيكشف لنا اياها وقتها هو بيريد وبالطريقه يلي هو بيريدها. معناتها نحن بدنا نعيش مع بانجيل مرقس الترقب لوقت الرب بده يكشفنا حقيقته وحقيقة ذاته. هون بالدخول إلى أورشليم يسوع المسيح بالنسبة له كل شيء واضح، بيقبل، بيقبل إنه يعيش المرحلة كلها بوجود كل الآخرين، كل الناس، وبيقبل أيضا إنه يطلع على جحش، يدخل إلى أورشليم ويصرخوا وينادوا كلهم هو الشخص المنتظر، المسيح المنتظر. كانوا يهتفون بيقولوا هوشعنا، تبارك الآتي باسم الرب، تباركت المملكة الآتية مملكة أبينا داود، هوشعنا في العلا. يسوع لأول مرة بيقبل أنه
هالجمهور الكبير، هالشعب الكبير يحيطوا ويعلن، يعلن أنه يسوع هو المسيح المنتظر، هو الآتي باسم الرب، وهو الذي يبني مملكة داود. معناتها بيبني ملكوت الرب على وش الأرض، معناتها هو يلي بيحمل وبينفذ وبيكمل انتظارات الشعب تجاه الرب. ليش يسوع بيقبل هذا الشيء بهذه المرحلة؟ لأنه هذه المرحلة اللي بتدخله إلى أورشليم هي المرحلة يلي رح يكشف لنا يسوع من خلالها حقيقة وجه الرب على الصليب. مشان هيك بالليتورجية اللاتينية نحن منكون برا ومنمشي مع يسوع ومندخل إلى أورشليم. ندخل إلى أورشليم حتى نشاهد يسوع المسيح. شو رح يصير بهذا الأسبوع العظيم، بهذا الأسبوع المقدس؟ نرافقه ونكتشف حقيقة الرب، ونكتشف يلي فعلا كيف تتجلى لإلنا محبة الرب. من خميس الأسرار للجمعة العظيمة للعشية الفصحية وللقيامة. لترجية الأحد الشاعنين أو أحد الأليم لح تحملنا دغري لقلب الأسبوع المقدس. برجع بكرر وبعيد، برا رينا نص الإنجيل تبع الشاعنين، بالتطواف دخلنا إلى الكنيسة، بعدين لح نقعد ونسمع القراءة. أول قراءة رح تكون من العهد القديم من سفر أشعيا، وأشعيا رح يرافقنا خلال الأسبوع المقدس. وأنا بريد يا ريت رح بعطيكم مراجع من أشعيا، لأنه أكيد ما بتكونوا قريتون لوحدكم بالبيت. يا ريت إذا بتاخدوا ورقة وقلم وبتأيدون، منو كتير كتار. أول مرجع هو أشعيا الفصل 42، تقولوا بعطيكم دفوار على البيت، معلش كلنا بدنا نعمل مجهود خلال زمن الصوم حتى نتعرف أكثر على يسوع المسيح وعلى محبته لإلنا. لكن أول نص هو أشعيا فصل 42 من 1-9. ثاني نص هو أشعيا فصل 49 من 1-7، من 1-7، نعم 49 من 1-7. النص الثالث هو أشعيا 50 من 4-11، ونحن رح نقرأ هلأ قسم منه مع بعضنا. ورابع نص هو أشعيا الفصل 52 من الآية 13 للفصل 53 الآية 12. بتأمل أنه تكونوا أيتون. أربع نصوص من أشعيا بيحكونا عن الخادم المتألم، نصوص موجودين بالعهد القديم بيخبرونا عن الخادم المتألم. أنا رح بقري لكم النص اللي نحن بنقريه بأحد الشاعنين أو أحد الآلام يلي هو أشعيا فصل 50، رح بقرا من 4-7. بيقول: ربنا أعطاني لسان التلاميذ حتى ساعد التعبانين بلساني، بكلمة. بكل صباح هو بينبه دنية حتى أصغي إصغاء التلاميذ. ربنا بيفتح دنية أنا ما أتمرد وأبقى دايما على طريقه. ببرم ظهري للناس يلي عم يضربوني، ببرم خدي للي عم يبزقوا بوجهي ويلي عم ينتفوا لحيتي. بتحمل وقت بعيروني لأنه الرب هو بعيني، مشان هيك أنا ما بخجل، بس بخلي وجهي صلب وبعرف انه انا بريء. ثلاث جمل كتير صغار
بدعيكم ترجعوا تقرون وتقروا باقي النصوص، بتشوفوا انه اشعيا خبرنا شوي وشوي عن الخادم يلي باسم الرب وباسم الشعب رح يحمل على كتفيته خطايا الشعب. بقراءة شعب إسرائيل لهدول النصوص كان في التساؤل الكبير، من هو هذا الشخص؟ مين يلي بده يكون هالحمل يلي بيحمل خطايا البشر؟ وإذا بتتذكروا بأول حلقات نحن عشناها مع بعضنا كنا عم نحكي عن إبراهيم، وقت إبراهيم أخذ ابنه حتى يقدمه محرقة، وابنه بيسأله بيقول له طيب وين الحمل؟ وذكرنا بوقتها أنه بإنجيل يوحنا، يوحنا المعمدان بدل على يسوع بيقول هو ذا حمل الله، وهذه الجملة نحن بنقولها بكل قديس بالتأس اللاتيني قبل ما نتناول، نقول هو ذا حمل الله الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. شعب يهودي سأل حاله مين هو هيدا؟ واشعوا فيه يمكن أشعيا، اشعوا فيه الأنبياء يلي اضطهدوا، بينما نحن مع يسوع المسيح وقت منرجع منقرأ العهد القديم، وقت منرجع منقرأ هيدول النصوص منشوف قديش هيدول النصوص بيتطابقوا فعلا مع حياة يسوع المسيح، وخاصة بمرحلة الألم يلي عاش يسوع المسيح من أجلنا نحن. وهون منفهم شغلة كتير مهمة وحقيقة كتير مهمة، إنه هيدا الحمل يلي كنا ناطرينه، هيدا الحمل يلي جاي يلي هو يسوع المسيح جاي يحمل عليه هو كل شيء، كل شيء هو حاجز من جراء خطيتنا، من جراء رفضنا للرب، شكل حاجز بيننا وبين الرب وبيننا وبين الآخرين، حتى يقلنا إنه نحن الخطية منكسرها منقتلها من أجل حتى نرجع نكون واحد مع الله الأب والابن والروح القدس، واحد مع خينا الإنسان، معناتها ندخل بقلب الخلاص. ونرجع نحكي عن هذا الشيء أكيد بلقائتنا بقلب الأسبوع المقدس. حلو كتير أنه نحن نلاحظ بقراءات يلي عنا ياهن بأحد الألام أو أحد الشعانين، أنه من بعد ما نقرأ هذه القراءة منتوقف على المزمور يلي كلنا بشكل لقلنا مشكلة كتير كبيرة، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ المزمور 22 أو 21 حسب الترقيم يلي عنا ياه، يلي نحن نحكي كتير عنه، إيلي إيلي لما شبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وكتير حلو أنه نحن نرجع نقرأ كل هذا المزمور، لأنه هذا المزمور بيعبر عن شغلة وعن حقيقة كتير مهمة. هذا المزمور ببلش إلهي إلهي لماذا تركتني، بس هذا المزمور بيخلص بالرجاء أنه ربنا بالآخر ما بيترك حدا، وربنا خلقنا من أجل الحياة، حتى إذا نحن بوقت من الأوقات هذه الحياة ما عرفنا نتقبلها ما عرفنا نعيشها، ربنا بيقلنا أنا جاي حتى أفديك بحياة ابني، حتى أرجع أعطيك الخلاص، لأنه خطيتك أنا ما بعرف شو بدي أعمل فيها، خطيتك هيدا الحاجز اللي أنت خلقته بيني وبينك أنا ما بدي إياه، ما فيي أنا أقبل أنه يلي خلقته لأنه حبيته. بوقت من الأوقات من جراء شو ما كان يكون أخسره، أنا مستعد أفديك بحياة ابني بيقول الرب. وموت يسوع المسيح على الصليب منه إلا هيدول الكلمات يلي ربنا بيقولهم الله الآب من أجل كل واحد بيناتنا. مشان هيك كتير مهم أنه نحن هيدا المزمور يرفقنا ونعرف أنه وقت يسوع المسيح بيصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، مزبوط بيصرخ هيدا الشيء على الصليب، بس هو بيصرخه
باسم كل واحد بيناتنا، خاصة وقت منحس حالنا متروكين من العالم، متروكين من كل شيء، ضايعين وما عنا بقى أي رجاء. مشان هيك ربنا اللي هو رجائنا ولا مرة بيتركنا. يمكن نوصل لمرحلة إنه نفقد الإيمان، يسوع بيقول لي ما تفقد هذا الإيمان، لأنه رجائك هو أنا، بذلت نفسي من أجلك، وما تنسى إنه القيامة ناطرتك. بالقراءة الثانية بقدم لنا إياها الليتورجية بهذا النهار، بيحكينا مار بولس بقلب الرسالة إلى هالفيليبي، وهو بيلخص لنا شوي كل المسيرة تبع ابن الله المتجسد من أجل كل واحد بيناتنا. بيننا إنه يسوع المسيح ما قعد على عرش. بتعرفوا نحن معودين إنه الناس المهمين بيقعدوا على العرش، بيعطوا الأوامر من فوق. بيننا لأ، ما قعد مساويته مع الله، مع الله الأب كغنيمة، ما قعد على عرش السماوات. منه من الآلهة يلي بخبرونا عنهم بقلب كتير من الأخبار، يلي بيطلعوا على الإنسان من فوق، ويلي بيقرروا حياة الإنسان من فوق، يلي ما له علاقة مع الإنسان غير أنه يعطيه أوامر ويعطيه شريعة ويعطيه له للإنسان شو بده يعمل، كأنه الإنسان بس انخلق حتى يعبده أو حتى يطيع. لا، بيقول لمار بولس انتبهوا، المسيح يسوع يلي هو في صورة الله تجرد من ذاته، لأنه هيدي هي المحبة، هيدي هي المحبة. المحبة المشكلة فيها بالمحبة وقت أنت بدك تحب الآخر من فوق، وقت أنت بدك تقول له الآخر شو لازم يعمل، وقت أنت ما بتنزل على الأرض معه، وقت أنت ما بتعرف شو عم بيعيش الآخر. شايك بغير مطرح برسالة للعبرانيين بيقولوا لنا ما عنا كاهن ما بيعرف نحن شو منعيش وشو منتعذب. لا، عنا كاهن بيعرف كل شيء بقلبنا، كل شيء نحن عينينا فيه، كل شيء نحن عم نعاني منه، كل شيء نحن رح نعاني منه، كل شيء نحن عم نتعذب فيه. ليش؟ لأنه إجا شاركنا حياتنا بكل شيء ما عدا الخطية. مشان هيك بهذا النص بأنه تجرد من زيته متخذا صورة العبد أو الخادم، وصار على مثال البشر، فوضع نفسه وتصوروا هل وضع نفسه لوين راح فيها الرب، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لوين مستعد يروح الرب من أجلي أنا، من أجلي أنا، حتى يشاركني بالحياة ويشاركني بالألم تبعي ويشاركني بكل شيء أنا ما بلاقي له جواب، يلي هو الموت. والموت يلي هو موت البريء على الصليب، ونحن منعيني من هذا الشيء بوطننا اليوم، يلي مش عم نقدر نفهم ليش الأبرياء عم بيموتوا، انفجار بيروت، الناس اللي ما بقى عم تقدر تاكل، الناس اللي عم تتخينق. نحن ما بقى فينا نقول اليوم إنه الرب ما بيعرف هذا الشيء، ما لمس هذا الشيء، ما عاش هذا الشيء، لأنه يسوع المسيح هو البريء، هو البريء. وإجا تحت يقول أنا باخد علي كل شيء لأنه أنا بحبك. موت الصليب، موت العار، موت يلي نحن بشكل مشكلة بالنسبة لإلنا، لأنه مش هيدا اللي ناطرينه. عشان هيك مرقس ما كان بده يينا نكب أفكارنا على يسوع المسيح، بس بده يينا هو يكشف لنا ذاته، هو يكشف لنا حقيقته. مشان هيك بعدين فينا نكمل ونقرأ ونقول إنه هيدا العار كله قلب على يسوع المسيح، وأخده يسوع المسيح، أطاع بإن النص، أطاع حتى الموت. ولح نرجع على هيدا الشيء باللقاء الجاي، بس بيكمل النص وبيقول لذلك رفعه الله فوق كل شيء ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، وهو الرب الإله، لأنه هو الإله. هذا الإله يلي الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، يلي اتخذ صورة العبد لأنه تجرد من كل شيء من أجلنا نحن، جرد من زيته، نزل لعنا، شاركنا حياتنا، بس أيضا شاركنا الموت،
والموت على الصليب وموت البريء ربنا رفعه للقيامة حتى نحن يلي تحت نرفع معه من أجل نحن حتى يتمجد أيضا اسم الله الآب. والإنجيل يلي بيتبع هذه القراءة الثانية هو إنجيل الألام حسب القديس مرقس. نحن بأحد الألام وأحد الشعنين نقرأ كل إنجيل الألام حسب كل سنة بسنتا هالسنة مساقبة مرقس نقرأ الفصلين والثلاثة لحتى ندخل مع يسوع بي اللي هو عاشه بأسبوع الألام. مشان هيك يا أخوتي الهدف من أحد الشعنين وأحد الألام هو إنه نبلش نرافق يسوع المسيح. ما ننبسط كتير يمكن بالهتاف تبع الشعنين لأنه الخيانة جاية بعدينا. يمكن هن زيتون يلي رح يقولوا بعدينا بدنا تخلصنا بربا مش يسوع المسيح. ويمكن نحن كمان منهم يلي الصليب مش كتير بيعجبنا. منحبه وقت بيكون بعيد بس ما منحبه وقتها بيطلب منا انه نغير منطقنا. بتمنى لكم يا اخوتي انه خلال هذا الاسبوع لحد ما نلتقي الاسبوع الجاي تعيشوا فعلا الشاعنين بالمنطق الجديد، مش بمنطق الدخول باسبوع الالم بس بمنطق دخول باسبوع الشغف، شغف الرب لكل واحد بيناتنا. والله يبارككم.